أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فاتقوا الله تبارك وتعالى فإن تقواه فلاح للعبد في الدنيا والآخرة أيها الموحدون عباد الله ربنا رب رحيم حكيم شرع لنا سبحانه وتعالى مواسم الخيرات فضل بعض الأيام والليالي على بعض فضل بعض الشهور على بعض ليتنافس المؤمنون الصالحون في كسب الدرجات العلى ليزداد العبد أعمالا صالحة تقربه من ربه سبحانه وتعالى ويتجنب فيها العقاب وفعل السيئات ربنا تبارك وتعالى جعل عدة الشهور عنده 12 شهرا فضل منها سبحانه وتعالى 4 جعلها حرما ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد 3 أشهر سردا و1 فردا وهذا الشهر شهرنا هو شهر رجب وهو أحد الأشهر الحرم التي أمر الله تبارك وتعالى فيها بالإكثار من الطاعات وتجنب الظلم قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. We mention, brothers and sisters, to fear Allah subhanahu wa ta'ala as he should be feared.
and to acknowledge that Allah subhanahu wa ta'ala is the most merciful, the most graceful, the all-wise subhanahu wa ta'ala. He has legislated for His servants seasons of goodness and blessings. He has subhanahu wa ta'ala favored some days and nights upon others, and some months upon other months. All of this so that His servants may seek nearness to Him subhanahu wa ta'ala by doing righteous good deeds and staying away from what is prohibited, what Allah subhanahu wa ta'ala dislikes. Allah subhanahu wa ta'ala has decreed that there are 12 months in a year. He favored from them four that are sacred. 3 months, one after the other, and one by itself. The months of Dhul Qi'dah, Dhul Hijjah, and Al-Muharram. One after the other. And then in the middle of the Hijri year, the month of Rajab, which is this month. And it is one of the four sacred months. Allah subhanahu wa ta'ala says what means and what translates. Verily, the number of months with Allah is 12 months in a year. So was it ordained by Allah on the day when He created the heavens and the earth. Of them, four are sacred. That is the right religion, so wrong not yourselves therein. And as we mentioned, in these 4 months, Allah subhanahu wa ta'ala clearly in this ayah prohibits us from oppressing ourselves by doing sins in which He dislikes subhanahu wa ta'ala. أيها المؤمنون الموحدون وقد بيّن الله تبارك وتعالى لنا في القرآن حقيقة هذه الدنيا وحذّرنا من الاغترار فيها وبيّن لنا سبحانه وتعالى أن عدونا هو الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم يشغله ليلا ونهارا يحرضه عن الصراط المستقيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ولكن كيده ضعيف كيد الشيطان كان ضعيفا لمن استعان بالله تبارك وتعالى والتجأ إليه ودعاه وأخلص النية له سبحانه وتعالى. We also mentioned, brothers and sisters, that Allah subhanahu wa ta'ala told us about the reality of this worldly life in the Qur'an and warned us subhanahu wa ta'ala from it and not to be deceived by it. And He also subhanahu wa ta'ala told us about our greatest enemy, the shaitan, and not to follow his footsteps. He says subhanahu wa ta'ala, what means and what translates, O mankind, verily, the promise of Allah is true. So let not the present life deceive you, and let not the chief deceiver, the shaitan, deceive you about Allah. Surely, shaitan is an enemy to you, so take him as an enemy. He only invites his followers that they may become the dwellers of the blazing fire. We also mention that the effect of the shaitan is extremely weak upon those who are pious, those who are righteous, those who are true believers, those who invoke Allah subhanahu wa ta'ala, seek assistance from Him, and those who have pure, sincere intentions for Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الموحدون يتعلق بهذا الشهر العظيم شهر رجب أحكاما عديدة وأمورا يجب التنبيه عليها. أولا انتشر على لسان الناس كثيرا أن في هذا الشهر العظيم يوجد لبعض العبادات فضائل خاصة مثل الصلاة، وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من أعظم البدع المنكرة ما يحصل في ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب ما يسمى صلاة الرغائب، يجتمع الناس فيها في المساجد أو يحدثونها في بيوتهم، وهذه الصلاة
مبتدعة عند جمهور أهل العلم. وقد ألف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رسالة لطيفة ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يحدث فيها من في هذا الشهر العظيم من بدع محدثة. فصلاة الرغائب الحديث الذي فيها حديث مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من الأئمة المحدثون رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. We mentioned, brothers and sisters, that there are many events that happen in this month that are very famous. That are very famous. It is important to touch on and to comment on. Some people think that there are specific ibadat in this month that have specific virtue, such as salah, prayer. From that, something that is widely spread and very common, which is called Salatul Raghaib. It is performed the first night of Jumu'ah in the month of Ramadan. There is no such thing, and this is a newly invented ibadah. And from the scholars who mentioned this, is Ibn Hajar, An-Nawawi, Ibn Taymiyyah, and many others. There is a hadith that is completely fabricated, has nothing to do with the Prophet ﷺ. And as the scholars rahimahumullah ta'ala mentioned, that this ibadah was not known until the 4th or even the 5th century. أيضا لا يختص بهذا الشهر العظيم شهر رجب صيام خاص صيام خاص ليس هناك صيام خاص وإنما الصيام طوال العام صيام التطوع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. فالصيام دائر في جميع العام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيام الاثنين والخميس. أما أن يوجد صيام خاص في هذا الشهر الكريم فإنه لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه الكرام. وقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب أيدي الرجبيين، هم الذين يصومون رجب كاملا فيجعلونه كرمضان. وكان الصحابي الجليل أبو بكرة رضي الله تعالى عنه إذا رأى أهله يتهيئون لصيام رجب كاملا قال أجعلتم رجب كرمضان؟ وقد جاء النهي عن صيام رجب كاملا عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Also, some people think that there is something distinctive when it comes to fasting in the month of Rajab, something that is specific for the month of Rajab. And the fact is, there is no authentic proof that has been reported on the behalf of the Messenger sallallahu alaihi wasallam or any of his companions. Rather, a person can voluntarily fast in the month of Rajab just like any other month. As the Prophet ﷺ bequested to Abu Hurairah to fast from every month 3 days. And the authentic hadith of fasting Mondays and Thursdays. But that is very general. There is nothing specific in the month of Rajab. The Prophet, or the Sahaba radiallahu ta'ala anhum, warned against imitating Rajab to Ramadan. Abu Bakr, the Sahabi, may Allah Ta'ala be pleased with him, whenever he saw his family preparing to fast the whole month of Rajab, he would say, have you made Rajab just like Ramadan? And the chief of believers, Umar radiallahu anhu, used to hit the hands of those who refused to eat, who wanted to fast all of Rajab just like Ramadan. And from the Sahaba who prohibited fasting all of the month and not leaving any day behind, Ibn Abbas and Ibn Umar and some other Sahaba, may Allah Ta'ala be pleased with all of them. وَكَذَلِكَ الْإِعْتِمَارِ بعض الناس يعتمر في شهر رجب يظن أن الاعتمار في شهر رجب له خاصية وإنما العمرة يا إخوة مستحبة في طوال العام. العمرة مستحبة في طوال العام فليس هناك اعتمار خاص. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمر في رجب وإنما عمر جميع العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذو القعدة. وكذلك بعض الناس يخصون هذا الشهر بزيارة المسجد النبوي الشريف، والزيارة في هذا الشهر ليست لها خاصية وإنما الزيارة مستحبة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طوال العام،
وهو أحد الثلاثة مساجد التي يشد الرحال إليها. وأيضا من الأمور التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله بعض الناس، يذبحون ذبيحة يسمونها العتيرة، كانت العرب تفعله في الجاهلية، يتقربون بها إلى أصنامهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الإمام الألباني: لا عتيرة في الإسلام، لا عتيرة في الإسلام، ذبح يذبحونه يتقربون به إلى أصنامهم. فلا يوجد ذبيحة خاصة تذبح في أول الشهر أو في آخره في شهر رجب. We also mentioned, brothers and sisters, that in the month of Rajab, not only that there is no specific fasting, but there is no specific umrah or virtue for performing umrah in this month of Rajab. Rather, umrah is recommended throughout the whole year. The Prophet ﷺ did not perform umrah in the month of Rajab. Rather, all four of his umrah were performed in the month of Dhul-Qa'dah. So there is no special or significance for the umrah in Rajab. Rather, umrah is to be performed throughout the whole year. Also, something else is, during the time of the pre-Islamic period of ignorance, people used to slaughter in the month of Rajab. A slaughter that they would seek nearness to their idols. Some people perform it today. When Rajab comes, they go and slaughter. This is a slaughter for Rajab. This is not true, ya ikhwan. The Prophet ﷺ said there is no atira, which is the slaughter they call it, atira, this act of worship. They call it atira, which is the slaughtering of the animal. He said there is no atira in Islam. Authentic hadith collected by Imam Ahmad and others, authenticated by Al-Albani. So there is no specific slaughtering in the month of Rajab. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، وقد روي أنه وقع في رجب حوادث عظيمة، والحق كما ذكره الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب رحمهم الله تعالى أن شيئًا من ذلك لا يصح. من ذلك أن واقعة الإسراء والمعراج حدثت في ليلة 27، وهذا لا إسناد له ولا صحة له. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن العلماء اختلفوا في تحديد وقت الإسراء والمعراج على 10 أقوال، وقد ذكر الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على أنها وقعت في ربيع الأول، أنها وقعت في ربيع الأول. والحق أن المسألة فيها خلاف عظيم بين العلماء، إلا أن تحديدها في شهر رجب أو في ليلة 27 لا دليل عليه. وأيضا يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في هذا الشهر، وأنه صلى الله عليه وسلم حدثت له أمور أخرى في هذا الشهر، كل ذلك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ليلة الإسراء والمعراج، ذكر أنه لم يقم دليل شرعي معلوم على تحديد شهرها أو عشرها، يعني العشر التي وقعت فيها، يعني إن كانت في الليلة الأولى من العشر الأول أو العشر الأوسط أو الأخير. فالخلاف في ذلك كما ذكرنا خلاف كبير. We also mentioned, ya ikhwa, from the things that are widely common and spread between the people, that in this month the great journey of an Isra wal Mi'raj, in which the Prophet ﷺ had a journey from Mecca to Al-Masjid Al-Aqsa, and then he ascended to the seventh heaven to meet with Allah subhanahu wa ta'ala, happened in this month, the month of Rajab. The fact is, there is no authentic chain of narration for that. As a matter of fact, Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala mentioned that scholars have 10 different opinions. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala says that the scholars have consensus that it happened in the month of Rabi' al-Awwal, which is the third month of the Hijri calendar. But as we mentioned, there's a big difference of opinion, and that there is no authentic
chain of narration that it happened in the month of Rajab. وعلى فرض يا إخوة أن الإسراء والمعراج حدث في هذا الشهر العظيم شهر رجب فإن ما يحدث فيه في هذه الليلة ليلة الإسراء والمعراج ما يقيمونه المسلمون في هذه الليلة ليلة 27 من رجب من بدع وأمور منكرة لا تجوز يجتمعون في المساجد على رق الصوفي وعلى نشر الكلام والغناء والمدح واختلاط الرجال بالنساء كل هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ولا عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فإن ثبت هذا وقوع هذه الحادثة العظيمة التي كانت قبل الهجرة بعام أو عامين فإنه لا يجوز إحداث منكرات والأمر يا إخوة هذا الدين أمرنا بالاقتداء والاتباع رضي الله تعالى عن ابن عمر قال في كتاب السنة للمروزي قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما يقول كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. We also mentioned, ya ikhwa, in conclusion, even if we were to say that this great journey that happened before the migration to Medina, al-Isra wal-Mi'raj, actually happened in Rajab. What happens in the 27th night of this month, from innovations and things that are not acceptable, is something that is not permissible for a person to attend or to be involved with. People meeting in the masjid, mixing and mingling between men and women, dancing, singing, all of this, ya ikhwah, is not permissible. All of this is not permissible. If it was something that was good, it would have been performed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, or by his companions, may Allah ta'ala be pleased with him, or by their students, or from the righteous predecessors. And a person, ya ikhwah, has to always keep in mind what Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma said. He said, every innovation is a misguidance, even if people thought of it to be good. And Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu said something very beautiful. He said, every act of worship that was not performed by the companions of the Messenger, do not perform it. For they have left nothing behind. They have left nothing behind. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الصلاح وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يثبتنا جميعا على التوحيد والسنة حتى نلقاه والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم صلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا